من بكره اكتب وشو أكتب مين اللي برمبوزه الحين بيدخل سكور باذن اليسرى هلا انزل يلا القوه القوه لا بارك الله في الضيف انا اعلمكم الحين والله ما راح يا حبيبي اسمع لا تستهين اي ونعم ما نستهين في احد من عنده جوله واحده من احكام جوله واحده احكام صلخ ولا جولتين اخلص اي الار لب قلبك انا كتاب مغلق وان ظننت يوما انك تعرفني فانت ما ادري اسبوع هداليه يا حبيبي الله يعزك خلاص يوجع لعد تحس قلنا لك جولة احكام صلخ اني لا اراك اوكي بس مو لهالدرجة ليش؟ ما توصل خايف؟ على نعرف كل ما زاد سكور كل ما قويت الحكم مش هذي خاص كيف اي لا 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 وبعدين بستعين بصديق اقول شوف من صديقك حبيبي شوف واسمع الغلط يلا عاد يلا اه حلو لازم احنا نربيك بالاحكام دحين عرفنا نرق الجبل في البرحه اللي منه اها ما عرفنا طعم الجبل منه بيض عند الملاحي مو عندي والله فاست عليه ذيك مره الله يعز تخيلوا كان محضر من 2000 فضل الله فضلكم كان يقول ابي انس من 2011 لين جيته اعطيته الجوله الاولى سكور مليون اتوقع من 800000 الجوله الثانيه اعطيته سكور مليون اتوقع وانا اجلده وانا اخليه قلت له دامك محضر 2011 يلا روح الله يسر عليك روح وهو يروح قهوه بالله محمد لا حبيبي والله يا نصر رب الكعبه انت تستاهل اكثر يا اخي والله ترى ابو محمد ما يقول السالفه انا اللي اقولها لا لا موجود يا جماعه يقول لك ابو محمد اللي وراك ما يقول السالفه انا اللي اقولها ايه ادري المشكله اني ادري سلام الله يسلم مضيع العزايم في جحفله اي جحفله الله يستر بالله يخفف على نفس ايش خفف على دقيقه بشكر مدعميني لا بقلبك الحكم الاول السي الله يعزك اسمع اي الار لا بقلبك ريما والله مره شكرا الله يسلمك امل مطيري بنت العم الله يعزك ديكستر فاطمه يا نام عيني يا فاطمه اتش تعال جاي السي ضيف الدعمين كلهم يا جماعه الله يعزك شبعك تعال جن الحلا ضيف الدعمين كلهم يا جماعه طيب سعود لا لا مو سعود من سلم اكس سلام خالد من ده خالد واحد جديد شوي بث جديد خالد ما تعرفه لا ما اعرفه انتم ابار طفطفتوا في القطه قمت تجيبون ناس لا ما له دخل الله يحييك والله الصلاه على النبي اللي بشوف اي العرق اللقافه اللي يسمونه طيب الاحكام تفضل استعين فيك الان الحكم الاول يا انس تطلع برا استعين باحد الشياطين اللي عندك ما عليك الشياطين دائما ايش يعرفون الشياطين لا اسمع الحكم الاول اللي هو يعني احنا شيطان صغير شيطان صغير هذا بيموت شيطان داخل جامعه بده ياخذه عنده مستقبل شيطان مرتب شيطان عنده مستقبل تعال عطى حل اسمع بشوفك بالحفلة بشوفك اي حفلة حفلتي خليتها مشاري صح نسيت اقولك خليتها بعد كاس العالم عشان ما سبب نقص تذاكر كاس العالم نفس الوقت اي انت مؤثر انا الصادق اكيد الله والحضور يعني ان شاء الله انها ما حضروا لك الا محبه وغلط وتقدير تحضر لا تمدح الار شكرا الحكم الاول تطلع برا الشارع تسوي احتفاليه الدون سي عرفتها اي من مصور المصور اي عرفها
جري من مصورة مصورة تسويها 10 مرات لا 20 15 استعنت فيني 20 ابشر ما شلونك هدايه الله لا. المشكله فهمت شاري كريستيانو وش يقول وش يسوى وش يقول طيب مو بغرفتي ايش رايك يلا يلا عاد يلا جايبين سوى الحين شاري بغرفتي خلصنا طيب الان سوى خلنا نشوف خلصنا اي بغرفتي لا الان ورني تست اي وش اللي تست على كيفك تست العيال ولد ورني تست طيب تعالي حلا بودي انا خبرها سي تطلع شيء ثاني انا مجنون لا لا بالعافيه 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 كملها لا بالعافيه ها سي لا برا احنا قلنا مو لا 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 مو كذا ما احس مو ضبط عجبني الدولاب والله ما شاء الله حلو ايه ترتيب تقدر يلا لا الدولاب الدولاب هذا دقيقه الدولاب ذكرني فم مشاري تذكرون الدولاب القديم كان كانت الدروج كانت قديمه زبدة ركبت دروب دروج جديد على فم خايس لا كم متحمس لا والله حلو والله يا انس دولابك حلو ربك لا دقيقة عد الذب الله يقرعك اسمع الذب ادري انها طويلة انا شكلي شو تكلمت لا 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 عشان ما تعقد اسكت حلو الدولاب دولاب الدلو الدلو روح الدولاب كان جديد كله شكل واحد طيب زبدة شلت الدولاب شلت الدروج وركبت بيبان جديدة فهمت نفس فمك يوم تركبت سامة فمك خايس كلها الدبة كذا بالله كلها عشان كذا الدلوب 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 يا عمي اقسم بالله قم يلا قم خل جبنك يتنسم وانت تضحك ليش انقطع عندك شتين وجهك تحمر ما زبطت مع الدبة حقك تدب عليك ما ادري يلا الحكم الاول تطلع في الشارع ذا الشارع مو في الشارع تكفى اقول في الشارع من ماسوره ماسوره سي 20 مره مشاري صار انا ولد بيت ما اطلع في الشارع نعم والله الحكم الثاني طب ليش لابس كاب انت دقيقه خله الحكم الثاني الله يسلمك مشاري متهوبش تو شيء والله ام متهوبش معي الحاره امه دقت عليه اوكي عرف هذه التصريف ندري التصريف واضح ان في مكالمه ندري يقدر يرد ايه يقدر يرد بالله ما نسمع يقدر يصرف مو يقدر يرد يقدر يصرف مشاري 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 انت تسوي من حاش وبثنا فيه 60,000 واحد شوف ايش فيه ادري بس تكفى مو في الشارع متهاوش والله في الحوش المشكله مو هنا المشكله انه في مندوب برا ولازم اطلع له متهاوش وما يبغى يطلع برا عشان ما يلقونه يفقون وجهه فهمت ايه مسوي قوي زابن في البيت فهمت اللي تهاوش الحاج البيت هذا اللي يرمي هذا يتهاوش ويرمي من بعيد حاجه يلا ما عاد يطلع من البيت والله خايف اسمعني طيب لا في مندوب تحت لازم انزل اصبر لا تدخل مع الدولاب اطلع مع باب اقرب عوده وش ذي انس لا ايش ضربه المروحه لا هذا جني داخل جني اها شوف كيف ودعتك الله ودعتك الله بسم الله عليك وين عولي بسم الله عليك انت طالع ناس نقولك بسم الله عليك كيف تفهم في صوت زوم بسم الله عليك لا بابهم ايه يشارك في فلان بابهم ترى يشارك في فلان ايش رايك الحكم الثاني شحن بابهم مين شينا والله ما بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك وش الدرب زون ذا اللي طول ودعتك الله ودعتك الله يا جنيني بسم الله عليك عشان ما يسمعون خطواتي بسم الله عليك كل العمارة درت انك نازل خطواتك بسم الله عليك اوكي اوكي ودعتك الله اوكي حلو وين بيروح ثاني اللهم استر بسترك اللهم استر بسترك يلا يا رب كانوا نحيي فعدي مش حي ما تستر بسترك يا ربي كانوا بس عظم شوفوا بحط الكام هنا عشان لو انضرب بسرعة انضرب قدامكم يلا يلا دق على السعافة على بابا تجي اح والله شوفوا مذهبين شوف الكرايم بس هذا واحد من عيال راح يسرق شوف الكرايم شوف الكرايم هذا يغير استبنه ولا يسرق ولا ياخذ حاجه من المندوب لا ما في الا رجول ايش بو العامري كل مو صاحي يقدم له خاتم هو يقدم خاتم ولا شيء العامري يقول هذا مو صاحي يا لا يرجع عليك بالسياره الله يصلحك دق له بوي ايش دق عليه لا يرجع له بالسياره لا عشان ما يشوفونه طيب بسم الله ها ها
بسم الله يا عل بسم الله بسم الله يلا يلا اخلع علي اخلع ولا اخلع به بسم الله عليك بسم الله عليك ربنا بسم الله ان شاء الله بش 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 في هو اللي نفس الورقه واحده ترى بشويش بشويش خلاص ما دورك احد ما دورك خلاص خلاص يا حبيبي خلاص خذ راحتك بسم الله ليش ضيع طريق وفر كيس اثقل منه بسم الله عليك شوف الكراين يادق بسم الله رجلين فراشه مو رجلين بني ادم اذا حكم الثالث خلي دنا كراين بزيت زيتهم اي هذه انا فكرت فيها والله فكرت فيها اسمع ثبت الجوال ما حجابني انس هذا كله ما حجافك كلهم ضرب انس الحمد لله الحمد لله اسمع الحكم الثاني تجيب زيت زيتون تمرخ بالزيت الزيتون كامل مخربها ايدينك اسمع ايدينك ووجهك ورجلينك خلي ياخذ نفس زيت زيتون تمرخ ها مشاري هذا اللي انفتت هو اول حكم معليش بس انت رايح تجيب كيف وين حكم؟ لا حكم هذا الله يسعدك حكم الحكم الثاني بس شفت كيف متخبي اي مره ترى انا ما انتبهت لك والله تنفع مهنتك لص يعني انا احس ترى لو تقدم على افلام حتصير يعني دور حرامي ممثل ناجح جدا يعني ان شاء الله حبيبي حبيبي توفيق الحكم الثالث عندي دبه الله يسعدك شوف تبيني الكيك هذه حقت من الكيك هذه حقت من حقت فهد حلو حقت على مندوب دق على مندوب اللي قدرني اعطاني كيك دق على مندوب وارسل الكيك اللي جتك لي انا وسبايك بنحلي عليها شبعان ولا حركه وسخه صح جايت هديه بس حبيت والله والله حبيبي حساسه سبايك تعلمنا منها الان تفضل جيب الكيك تبيني ابي لك جالس على اعصابي ايش بك اوه فرزاتشي كيكة فرزاتشي لا تلمسها لا تلمسها لا تلمسها نبيها نبيها لو سمعت الاحكام كيكة فرزاتشي جديد ذي تبيها دقيقة دقيقة مساري يقولون حكم ذا بعد ترى ايش مو هدية يقول حاكم على فهد يجيب له لا اي والله مو الوافي لا هو الوافي دقيقة اسمع قول له كيف وافي وحده كافي شو الكيكة ذي المحنطة شو الكيكة ذي اللي ما انعدمت شيل انفاسك يا شيخ شيل ودي اجعلك الوجع ما عاد فيها ولا عاد في وجهك ودي اضغطك واطلع انقلع انقلع يا العفن يا شيخ العفون يا ولد كانت لك يا مفروض كانت لك يا ولد انت تلحس بنفس الوقت من خشمك ومن فمك يا عزيز بالله ييه كله الكيك كلها خشم وفم كله ملحسون سوا نفس الكيك تطلع فيه تقول ايش انت ايش تبغى انت بتاكل ولا ايش بتسوي رجالك كلهم خشم وفم ياك هذه ما اكلته عيدا عيدا يا الله عليك بالعافيه ما نبيها مكتوبه لك يا ياك والله اني احب اهدي لك شيء اقسم بالله انك تستاهل قم قم سبايك قم 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 وقف وقف هنا قم قم والله اني استاهله والله والله انه اهدى له الخسيس ايش تعال 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 قم وقف انا اوريك قم ايش تخلي من الزاويه الثانيه ولا عنك خلي طيران من الزاويه الثانيه ها يلا هذه اهدى لك يا خسيس فعلا انت خسيس هذه اهدى لك طبقت المقولة يا ولا يا أنس النوسة المبروك مليون متابع شكرا لتلوث الكيكة أوكي ها حكم للحين أوكي 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 تبي الحكم الثالث لأن صديقي تبي الحكم الثالث صح بس صديقي إيه طيب تبي الحكم الثالث أوكي تلبس لي 20 تيشيرت غير اللي عليك أوكي وعندك إيش يسمونه ذيك إيش يسمونها اللي هنا حق تشتا الشال هاي منك لا لا الشال الشال إيه شال
شاب البس يلا يلا وتكمل جولة معنا كاملة 20 تيشيرت 21 تيشيرت وشال عرقبتك أبغاك تدخل الشتاء قبلنا. عيد عيد أحكامك مشان عيد عيد أحكامك بلا ما تتقنش علي أنت عارف الأحكام كويس. الأحكام الأحكام دي ما عجبته أدي أقوى يقصد سكار إيه هذا وشو بالشارع أنا قلت لك أنتوا وشو صاروا مخربوا معك دلونا سكار لا لا طلع والله عندنا شال لا طلع ب 15 ريال في العجيب اسمع أعطيه خمس دقائق يخلص الكيكة كاملة شال عندنا تلقاه مستلزمات رجالية بعد لا وين خمس دقائق صرت تدلعون سكار يلا حبيبي يلا بسرعة 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 يلا يلا قوم قوم هذا مو دلع هذا اسمه بالإنجليزي اوكي خلاص بلبس بلبس الجنت شيرت بلبس الجنت شيرت بس مو ب 20 سريع 10 10 قلت لك 20 من غير اللي عليك ملا هذاك اول هذاك اول هذاك اول حق الانديه صدق مو مو وقت الاستطاف طقم نظام محلات رياضه طقم كامل نادي واضح واضح الدلال واضح ما شاء الله اوكي العب العب جوله عسى الله يزيدك انت من ازمه بس قوم وش تبي؟ لا والله ما قاعد اشحن لو سمحت يا اخي اخوك الكبير قاعد اشحن ما ضيع شروم اي طلع شخصيتك طلع شخصيتك روح 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 انس انس بين 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 للناس اللي هنا انه ترى في حدود في خصيه يلا روح تعال يا حيوان لا لا مو كذا خلي جي اخوي يضربه لا لا مو كذا مو كذا انس صلى على النبي صلى على النبي والله تعاون ابليس لا ما قلنا كذا بس اثبت يعني هذا افرش شيء عندي اوكي بس مو تسب زي كذا لا يعني اغلط عليه بس باحترام يعني كيف يعطيك مثال اعطى مثال اغلط عليه باحترام اي اغلط عليه يعني قول له يا بشاري يا كلب عارف كيف يعني باحترام تناديه اول شيء بس مو بدي تقول له هذا ما انت ما غلطت عليه هذا كونيته يلا انس يا فار يلا طيب طيب يا السنجاب ابو شنب وطيب يا الحقمه الملطاء طيب انت تبغون القاب انا عم بقرها القاب بقرها يا عالكم يا بلبس لك 20 20 تشيرت تفضل يلا اصبر يا جماعه يا رب افوز بالجوله ذي والله البسهم ترى كان صلخ تفضل تفضل خو ارهب اي ذا العيال يا خو ما شاء الله تحس القهوه اليوم روقان صح؟ اي اي صلاه على النبي لا لا قهوه رايقه فرق بين الشاي والقهوه مره أيوه. بس الشاي ترى صراحه يعني يا اخي القهوه تخليك تصحصح والشاي ترى والله يخليك تصحصح بالبث والله الشاي ما تشوفون بمدرج سعودك اعطاني زمزميته معه 24 ساعه ما سمعت بعد ايش يا جماعه تكبيس 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 الله يعين القولون الله يعين القولون ليه ما ادري ما يجيب قولون القهوه عربي سعودي على حسب تهيج القولون عندك انت عندك قولون لا الحمد لله ما في شيء ما عندك شيء الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله عسى الله يبارك لك اللهم امين ذكر الله شباب كم ماشي الكوريلا اللي شريتها كوريلا كوريلا والله ما ادري بشوف الطبلون كم عندي عنك بني ادم تراك عينك يا مشاري الكيك انعفصت قالت كذا انعفصت ليه دبل يا جماعه راح شي شنطه راح جامعه الحب الدبل تركته من عندهم ارحب نو بروبلم بروبلم وجين قلتها كذا لا بروبلم ارحب بروبلم ارحب يا نو بروبلم لا بروبلم دبل دبل ارحب 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 خلف يا روح ارحب يا الله تعطوا يا الله تعطوا لا لا وينك يا جون قلبي يا ارحب يا دلال الشمري هيا دلال لا بروبلم لولو لولو دلال جود الله يعزك يا جود اقول يا نوم عيني الله يعزكم في ذمتي الله يعزكم اس اي نو بروبلم لولو دلال جوج القوه القوه احس ان اسمه جود جوج جود الله ما قصرت الله يسعدهم كم وصلت الحين اوف يود كله حقت شو اسمه راب
نمر وما ادري. انت شو وضعك مع الصور انس؟ ما جربت طيب تحط خشتك في التيشيرت؟ والله يعني حط كل الحيوانات يعني انت. حطيت فهد وحطيت حيوانات. طيب ما جت على السنجاب والفار كملها. اعطي كل ذي حق حقه. ترى تراهم يعني مشاركين في الغابه زيهم زي اي حيوان. بوب ايش التيشيرت الفخم ذا؟ هذا بعد ما بويت الغرفة؟ لا كان شغال معنا شغل من قبل. فهمت؟ ما شاء الله. بس في تنوع عنده حاسة التنوع ولا لا؟ عندك عند اكتكتف. شو اسمه؟ عنده اكتكتف. الله يبارك. اكتكتف هذه ما شاء الله عليه يعني عنده تنسيق بالالوان. ديزاين التيشيرت. بس هنا احس انه بدي اللي لابسه. لا دخلنا في اللي بدون صور. حلو. دخلنا في الرسمي السادة. اوفر سايز. ايه. هو كيف ياخذ اوفر سايز وهو يعني مرة نايف؟ يبغى يضيع في التيشيرت هو. اها. مستعجل على البرد. حسه اختنق. ها كم وصلت؟ عضل. شوف وزنك كم دحين؟ كم وصلت الحين؟ تبان والله برعايتكم، الله يعزكم. حي والله روزكم. 14 ما شاء الله. يلا كمل كمل. حول. باقي الحكم الثاني جايك الان. الله يسعدك. تفضل كمل. شاري. كمل. شاري ليه؟ كمل ليش؟ نفذ لك بدون ضمير يا اخي، نفذ لنا بدون ضمير يا اخي، ما نبغى منك شيء يا اخي. حكم نفذ، نفذ حكم. اي نفذ لك، العب معك ابو خالد يقول لك سماح، وين التنفيذ؟ يا شيخ والله ما انت بطيب مني، الباقي مسامحك فيه. بعدين يقولون تلعب على التوب. 14 تيشيرت. وإذا لعبت توبين أكيد دولة. أكيد لأنك تلعب عالتوب. محمد ما قصر. لا دخل تونا باقي كم الساعة؟ كم باقي عالتوب؟ باقي 13 دقيقة. ما أدري أنا مع الناس إذا قالوا يلعب عالتوب أقول يلعب عالتوب خلاص مسامح.